بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معدة النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان CSS Image Sprites. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله النهاردة عن واحدة من ضمن الخصائص الجميلة جدا في CSS خاصة بالسبرايتس. السبرايت كده من اسمها خاصة بتجميع مجموعة من الصور المختلفة في صورة واحدة. الصورة الواحدة ديت أنا ببتدي أعمل عليها مابينج، أخططها وفق إحداثيات معينة، محاور سين وصاد، ببتدي أقطعها وأقسمها، ولما أحب أستدعي جزء معين من الصورة بحدد المكان اللي أنا عايز أستدعيه بناء على ارتفاعه وعرضه وبعده من الوسم الأب بتاعه، وبحطه في المكان المناسب. دي الفكرة. طبعا الامر بتاع الامج سبرايتس ده بيفيد الديزاينر في حاجتين اتنين. واحدة من ضمن الحاجات المهمة ترتيب مكتبتك، بحيث ان انت مش محتاج تدرج مثلا 5 6 ايكونز الفيسبوك ويوتيوب وي. لا، هي صورة واحدة بس فيها الخمس ايكونز، وانت هتبتدي تربطهم بالمواقع ديت. تمام، ديت نقطة. النقطة التانية اللودينج، التحميل، لاني انا عندي حاجة اسمها HTTP request. انا كل ما بطلب من السيرفر صورة ببتدي اعمل له ريكويست، فكل صورة هتاخد مثلا ريكويست، وبما تنزلها تبتدي تعمل له ريسبونس، تاخد استجابة وهتاخد مساحة معينة. الكلام ده طبعا اخفف الواقع والتأثير من اني اعمل ريكوست على صوره واحده بس، والصوره تنزل تبقى في الكاش عشان دي CSS، فبالتالي هيبقى المواقع يتعامل معاك بشكل اسهل واسرع. ماشي، انا عارف ان الناس مش يمكن تكون الامور مش في الصوره برضو، هنحاول نطبق وان شاء الله باذن الله في خلال التطبيق ده الرؤيه توضح اكتر ان شاء الله باذن الله. عايز من الناس دلوقتي تعمل لي 2 ديفيجن، واحد هتسميه رايت واحد هتسميه ليفت، والاثنين اخوات. انا مش هحط محتوى في الديفيجنز خالص، يا ريت الناس تتفرج على حلقه نيتش دي بجوده عاليه، لاني مش عامل زومنج علشان بس مش مستخدم الماجنيفاير، علشان هستخدم الفوتوشوب واستخدم حاجات اكتر من حاجه، فالماجنيفاير هيضايقني بصراحه، فانا قلت استغل الصفحه بالكامل. فبعد اذن الناس نتفرج على الحلقه ديت من يوتيوب نيتش دي بجوده عاليه علشان تبقى التفاصيل واضحه شويه. ده اسميه ليفت، وده اسميه رايت. اوكي ماشي، اطلع فوق بقى علشان استايل الليفت كالعادة. ده ديفيجن، اول حاجة اعملها له هاي ويتس، وهقف هنا عند التصميم واقول اني انا دلوقتي هركب صورتين في بعض. تمام، العرض بتاع الصور وارتفاعها بيتوقف على، او الهاي ولودز اللي انا هكتبه دلوقتي بيتوقف على الهاي ولودز بتاع الصور اللي حضرتك هتبتدي تعملها داون لود. طيب عشان نبقى متفقين، انا عايز الناس تمشي معايا زي ما انا كاتب في الارقام، وبعدين ابقى نزل زي ما انت عايز ايكونز، نزل صور زي ما انت عايز، بس امشي معايا في التوتوريال ديت على حسب ما انا ماشي، وان شاء الله باذن الله لو طبقت بشكل صحيح ممكن تغير في الارقام زي ما انت عايز وتستخدم الايكونز اللي انت عايزها. هنروح على موقع اسمه ايكون ارشيف، ICONARCHIVE، ان شاء الله باذن الله تلاقوه مرفق على السكولوجي، وهنروح هناك. وبعدين انا فتحت الكاتيجوري ونزلت على حاجه اسمها مايكروسوفت ايكونز. تمام، وانا هشتغل على التمبلت ده اللي هو عباره عن مايكروسوفت اوفيس 2013 مثلا. دولت شويه الصور، انا عندي مجموعه صور، ومن دول انا مثلا نزلت صورتين، نزلت الباوربوينت اوبن نيو تاب، ونزلت الوورد اوبن نيو تاب، فتحت الاثنين في تابات مختلفه ورحت عملت داونلود للاثنين. طريقه التنزيل طبعا سهله وبسيطه ومش محتاجه منك مجهود، يعني باستثناء ان انت هتحدد بس الجودة اللي انت عايز تنزله بيها، وانت عندك جودة، عندك اقصد الريزوليوشن. يعني انا الريزوليوشن اللي انا نزلته وافضل الناس تشتغل عليه 72x72، جست كليك عليها تبتدي تفتح لك في تاب، وكليك برضو على الثانية بنفس الجودة 72x72، وبعدين تروح ضغط كليك يمين وسيف ايمج از وتحفظها في مكان معين، ونفس الفكرة هناك. اوكي تمام، انا طبعا نزلت الاثنين ايمج دولت وحفظتهم عندي على سطح المكتب بعد ما نزلتهم. اوكي تمام، اروح فاتح بقى فوتوشوب،
وانا دمجت الاثنين في بعض. ايه اللي انا عملته ده؟ طيب ببساطه شديده جدا، انا كان عندي 72، رحت قلت 72 زائد 72 او 72 في 2 هيديني 144، فرحت عملت ملف جديد تمام كنترول ان، وقلت له والله انا هخليهم دلوقتي الاثنين راكبين في بعض بشكل افقي، يعني الارتفاع هيبقى ال 72 اللي هم كده كده الاثنين ارتفاعهم واحد، وكده كده الاثنين برضو عرضهم واحد، فانا عايز اخليهم في وضع افقي، فهخلي النسبه العاليه ل 144 فين؟ في الويتس تمام. وخد بالك ان انا شغال بالبكسل والريزولوشن بتاعي 72 تمام. هيفتح لي الملف ده، هروح اسحب عليه الصورتين بتوعي على الفوتوشوب واسيبهم جوه، واتنين تشيك، واجيب الموف تول واجيب الورد على الناحيه الشمال، وبعدين العنصر الثاني على الناحيه اليمين، وانا كده ايه فنشت القصه. بس عايز اعمل اقفل الصوره ديت او احفظها، اروح على قائمه فايل واعمل ايه سيف فور ويب تمام، وببتدي بعدين اعمل سيف على طول، واختار المكان المعين وانا اساسا مسميها قبل كده، فالصوره محفوظه عندي اسميها بس، وبعدين اضغط على سيف. فانا ايه الصوره محفوظه عندي، فانا ايه هكنسل القصه ديت وهلغي الملف ده من الاساس ومش عايز احفظه تمام. فانا كده اوريدي عندي الصوره ديت موجوده في الفولدر بتاع الموقع تبعي باسم تيست 3، دي الصوره اللي انا هستدعيها تمام. ماشي كده، العرض بتاع الليفت هي الصورة مقسومة على نصين، نشوف كده ونركز. الصورة مقسومة على نصين زي ما انا كنت ركبتها فوتوشوب تمام. النص ده عبارة عن 72 بيكسل في 72 بيكسل، النص ده برضه عبارة عن 72 بيكسل في 72 بيكسل. الايمج سبرايت بقى بتحاول تدي لك الابيليتي ان انت تتحكم في اي جزء من اجزاء الصورة وشغلها لك كخريطة، اي جزء يتحط في اي حتة براحتك خالص تمام. اوكي ماشي، فانا عندي الهاي والويدث بتاع كل جزء من الاجزاء، الليفت لوحده 72 بكسل، صحيح الكلام، انا عندي جزئين فكل جزء لوحده ليه هاي ويدث ب 72 بكسل، يعني الكلام ده برضه هيتكرر فين؟ ال 72 بكسل هتتكرر مع الليفت وتتكرر مع الهاي. اوكي النقطة التانية بقى نتكلم عن انا عايز اضيف الصورة نفسها، فهقول له بقى باك جراوند تمام والداش ايمج، عايز اضيف صورة تمام. وبعدين هبتدي اقول له والله الصوره بتاعتي يو ار ال، انا هقول له على الرابط اللي فيه الصوره تبعي، وانا كنت مسميه على ما اظن تيست 3 دوت جي اي اف، نتاكد بس من المسمى تيست 3 دوت جي اف تمام. انا كده جبت الصوره ديت وهي موجوده في الديفيجن ليفت، طبعا هي مش هتتكرر ليه؟ لان الهاي والويدث ب 72 بكسل، الامور محكومه شويه طبعا. ان انت لو اخدت بالك انا عملت كنترول اس دلوقتي ورحت على البراوزر تبعي ورحت اعمل ريفريش، مش هلاقي غير صوره واحده بس اللي هتظهر. هتقول لي ليه الصوره الثانيه فين؟ هقول لك لا ركز شويه، انا ما سمحتش بظهور غير 72 بكسل بس، فبالتالي انا سامح بظهور نص صوره في الديفيجن بتاعي، لان انا مدي الديفيجن ده كده هاي ويدث ب 72 بيكسل. لو كبر شويه ل 72 عشان تبقى مثلا 82، ساعتها ممكن تظهر اجزاء من الصوره اللي جنب منها او الصوره اللي تحت منها على حسب القصه ده اللي هنحاول نستكشفه مع بعض ان شاء الله باذن الله كمان شويه. بس انا كنت شغال على 72، فاللي انا سامح بظهوره 72 اللي هو انا سامح بظهور نص الصوره بس من الديفيجن تبعي. جميل اوكي. النقطه الثانيه بقى والمهمه في القصه، خلونا نعمل كوبي لده ونخليه نطبق نفس التأثيرات على الرايت، وانا اعمل كنترول اس طبعا. القصة حصل فيها ايه؟ انا استدعيت نفس الصورة بالظبط، فاللي حصل من الـ من الـ من الـ البراوزر، اللي حصل من البراوزر ان هو قال لي اليوزر ده عايز صوره اسمها تيست 3، عايزها في الديفيجن ده بمقاس 72 في 72، فهو اوتوماتيك دايركتلي على طول بعد ما اخذ البتاع راح فاتح لي الصوره ديت تمام. بعد ما فتح الصوره قال لك هو عايز 72 من 72، الافتراضي بتاعه ياخد الاثنين، ياخد الابعاد بتاعتي من اعلى يسار الشاشه من النقطه ديت تمام، يروح يعدل ل 72 ويعدل ل 72 وراح فرد لي العنصر ويسيبه لي تمام. ولاني شغال على الديفيجنز فراح بعد ما ساب لي العنصر ده نزل لي على العنصر اللي تحت منه اللي يجي رايت، فراح بالفعل اخد لي نفس القصه 72 و72، فنزل لي اول عنصر زي ما هو هنا تمام. اوكي انا بقى مش عايز القصه ديت تمام، انا بقى عايز العنصر ده يجي لي من تحت، رغم ان الصوره اساسا الوضع فيها افقي، يعني الصوره اساسا عباره عن وضع افقي. انا بصراحه عايز العنصر ده يجيني من تحت هنا، يعني انا عايز اغير في تركيبه الصوره، وده بالظبط الغرض الاساسي من او ده المفهوم البسيط من
البيكتشر ايمز من الـ من الـ من السبرايت الايمج سبرايت. تمام. انا اشغل القصه ديت ازاي؟ اشغل القصه ديت باستخدام خاصيه اسمها باك جراوند بوزيشن. تمام. باك جراوند داش بوزيشن. من الباك جراوند بوزيشن انا عندي قيمتين وانا اقول لك دلوقتي صفر وصفر. تمام. القيمتين دولت، القيمه اللي على الشمال اللي هو الصفر الاولاني ده عباره عن الليفت، البعد من الليفت. القيمه الثانيه الصفر اللي على اليمين ده عباره عن البعد من التوب، يعني انا ابعد لك كام عن الليفت وانا ابعد لك كام عن التوب. تمام. طيب القيمه اللي انت هتحطها هتعتبر نقطه بدايه، هتاخد لك منها العنصر بالكامل بالهاي والويدث بتاعه، هتشيله وتحطه فين؟ وتحطه بناء على القيمه اللي انت هتحطها ديت. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب بالراحه كده، انا لو قلت له دلوقتي ان انا عايز العنصر ليفت ده في 0 و0، ده معناها ان هو هيتحط في 0 و0. يعني انا عملت كنترول اس وعملت ريفريش مش هلاقي اي حاجه تحصل، لان البراوزر اساسا بيميل ان هو يرشي او يحط العناصر في اقصى اليسار، والافتراضي بتاعه ان هو يبتدي من اعلى حته شمال في الصوره ويبتدي يفضيها. النقطه الثانيه بقى، لو انا نسخت الكلام ده وانا قلت له بكنترول سي وقلت له انا عايز اظهر النقطه الثانيه، اظهر الصوره الثانيه. طيب بالراحه كده مع بعض، انا عايز اظهر الصوره الثانيه. طيب نفتح الفوتوشوب. الصوره الثانيه ديت انا لو اظهرت المسطره، وبصوا خلينا بس كده نحط شويه الابعاد ديت عشان تبقى الامور مظبوطه شويه، اللي هي الصوره مش مستاهله بس ايه على سبيل التنظيم بس عشان الناس ايه ما تتوهش مني. تمام. فانا عندي الحجم ده عباره عن 72 بشكل مستقل، وده لوحده عباره عن برده 72 في 72. تمام. اوكي. انا بقى عايز المساحه ديت تظهر على المساحه دي، يعني هو افتراضا بيبتدي يظهر لي من النقطه ديت، فبالتالي لما انا رحت كتبت له في الكود من غير اي حاجه اللي هي صفر وصفر، هيظهر لي من النقطه صفر، فيظهر لي من اول النقطه ديت، فيظهر لي برضو برنامج الوورد. لا انا مش عايز الكلام ده، انا عايز اظهر من النقطه دي. علشان اظهر من النقطه ديت انا لازمني اني اعمل ايه؟ لازم اشد العنصر ده كده بايدي وابتدي اسحبه علشان يجي فوق العنصر ده. طيب وعلشان يجي فوق العنصر ده هيروح يتحرك مكانه بالسالب. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب ركز معايا كده، وانا عندي قلت توب وليفت. تمام. او قلت بمعنى ادق ليفت وتوب، فانا مش هشتغل خالص على التوب لاني انا شغال افقي دلوقتي. تمام. انا مش شغال على الراس. ماشي. انا عايز احرك العنصر الثاني ده ونفرض اديني القيمه سالب 10 وبص اللي هيحصل، وما تنساش تكتب كلمه بيكسل، ما تنساش تكتب الترميز بيكسل سالب 10، روح تعمل لي ريفرش. طبعا الحركه بيجيت على الافقي، خد بالك اني انا بتكلم على القيمه الاولانيه خاصه بالليفت، القيمه الثانيه اللي خاصه بالتوب، انا مش هتكلم على القيمه الثانيه دلوقتي خالص. تمام. خد بالك ان انا لما اتكلمت عن سالب 10 بيكسل الرمز ده اتزاح شويه شمال بقيمه 10 بيكسل، وجا جنب منه الرمز اللي جنب منه في الصوره السبرايت اللي هي صوره الشبح الايمج اللي انا كنت شغال عليه، الايمج اللي هي الصوره ديت. تمام. اخذ لي منها 10 بيكسل وزحوا لي عليها. تمام. طيب خلونا نكبر القصه شويه ونخليها بدل 10 50 بيكسل، سالب 50 بيكسل، ونعمل ريفرش. ده لسه باجي لي شويه. طب خلونا بقى نجيب من الاخر ونقول سالب 72 بيكسل. تمام. وعملت كنترول اس وريفرش، اتحطت الصوره الثانيه على الصوره الاولى او زجتها تماما لغايه لما شلتها من النظر، وبقت هي في مكانها. تمام الكلام ده. انا عايز الناس تفهم النقطه ديت اللي حصل بالظبط ايه. ببساطة شديدة، لو انت عندك محور او لو انت عندك خط الاعداد فيه نصين. تمام. او ادي خط الاعداد، طبعا ده المحور اكس في القيم الموجب. تمام. وده اكس بالقيم السالب، وده واي بالقيم الموجب، وده واي بالقيم السالب. انا قلت ان انا عندي قيمتين، عندي صفر وصفر. تمام. قلت القيمة الاولى انا هشغلها على الليفت. تمام. يعني هتشغلي ازاحه العناصر رايح جاي على المستوى الافقي. تمام. ده هتشغلني على التوب، يعني هتشغلني ازاحه العناصر فوق تحت على المستوى الراسي. هتعرف لي من فين وانت عندك بعدين؟ لا ركز معايا، انا قلت لك عندي قيم سالب وعندي قيم موجب، عندي قيم موجب وعندي قيم سالب، فانا بالتالي ممكن اغطي فوق وتحت بناء على القيم الموجبه والقيم السالب. ولنفرض اول عنصر اتحط في الصفحه بيتحط في القيمه 0 و0، وده اعلى يسار الصفحه كان موجود العنصر متربع او موجود ومرتاح في القصه دي في المكان ده هنا. اوكي.
انت بقى عايز تنكد عليه علشان تطلعه من القيمه ديت، وعايز تظهر مكانه عنصر تاني. فاللي انت بتحاول تعمله ان انت بتحاول تشد العنصر ده علشان يبتدي يدخل في المكان ده، تمام؟ او بمعنى ادق، انت بتحاول تشد ده علشان يروح في مكان تاني، وده بقى العنصر ده يبتدي يجي مكانه. فالازاحه اللي انت بتشدها للعنصر بتبتدي تتحط، يعني انت عايز تظهر الاثنين ده حجمه كان 72 بكسل، حلو الكلام، وده اساسا كان برضه حجمه كان 72 بكسل. فانت لما جيت حطيت لي سالب 72، تقول لي سالب ازاي والقيم هناك اساسا كانت عباره عن موجب يمين خط الاعداد؟ لا، خد بالك، القيم السالب القيم اللي اتشدت بره خط الاعداد، فبالتالي ده اللي اتشد 72 بكسل بالسالب من البدايه الاساسيه بتاعته اللي هي كانت 0 و0، فالبدايه ديت راحت هنا، فبالتالي النقطه اللي هيقف عندها البدايه هتعتبر النقطه سالب 72. انا ماليش دخل باي حاجه، انا عايز اقف عند النقطه سالب 72 دي البدايه بتاعتي هنا. بعد ما بيوقف هنا بيبتدي يروح لغايه لما يوصل عند النقطه ديت. بعد ما من سالب 72 الباقي معاك ايه؟ من سالب 72 باقي معاك الويدث والهاي بتاعك. فبيبتدي يقول لي انت شغال على ايه؟ انت شغال على الافق، يعني شغال على الويدث. يبتدي يعد لك بقى، ها، من سالب 72 ادي 1 2 3 4 5 6 7 لغايه لما يوصل لل 72، يلاقي ان ال 72 دي النقطه 0 و0، بس يوقف هنا، يروح يزود لك العنصر الثاني عندك لغايه فين؟ ها، ال 72 الموجب يبتدي يظهر لك. ده اللي بيحاول يعمله، او دي اللي بتحاول تعمله الايمج سبرايت في المجال او في الموضوع ده. تمام يا شباب، وبكده بنكون غطينا النقطه ديت. طبعا نفس الكلام لو انا احتجت ان انا اشغلها على القيم التانية، او اشغل الصفر التاني، فالصفر التاني كان محتاجها اني اركب في فوتوشوب بقى، اعمل ملف جديد، وبدل ما هتبقى هعمل كنترول ان ملف جديد، بدل ما اخلي ال 144 ديت في الويدث هخلي ال 144 ديت في الهاي، وابتدي اركب الاثنين على بعض. وزي ما انا كنت بقول من شويه نفس القصه بالظبط، بدل القيم السالبه تبتدي تتشد لفوق، تتسحب لفوق، فتدي لها القيمه السالب، لان هي بتبتدي تتخطى خط الاعداد بمساحه معينه. ده اللي شاهد في النقطه ديت، وده بالظبط هنقول عليه الليفل الاول من الايمج سبرايتس. اللي جاي ان شاء الله باذن الله اكثر تعقيدا من الايمج سبرايت ديت. انا هوقف التسجيل عشان ما فيش حاجه تضيع مني، ونكمل ان شاء الله باذن الله ليفل سبرايت في نفس الحلقه على مستوى اصعب. نشوفكم بعد دقائق. طيب شباب، خلونا نصعب الامور شويه. انا برضه رحت للايكون ارشيف، رحت من الكاتيجوري وقفت عند السوشيال نتورك ايكونز، تمام، ورحت على الصفحه الرابعه. انا هقول لكم الايكون، مجموعه الايكونز اللي انا اخذت منها، اللي انا شغال منها. انا كنت محتاج حاجه تبقى ريكتانجل او حاجه متساويه كده، ابعادها متساويه علشان بس ما يحصلش مشاكل، فاخترت السيمبل ده منه. انا عايزك تختار لي مثلا اربع او خمس، اي خمس اشكال، اي اربع اشكال. انا عن نفسي بصراحه اخترت خمس اشكال فيسبوك وشويه اشكال من دولت يعني، تمام. ورحت حطيتهم فوتوشوب وجمعتهم زي ما حضرتك عارف ان انا نزلتهم على ريزوليوشن 72 في 72، ورحت عامل ملف جديد وقلت له 72 في 5 بقى، طلع لي الرقم اللي انا عملت بيه الملف الجديد. فالايمج بتاعتي حجمها 360، اللي هو بيكون عباره عن كام؟ 72 مضروبه في 5 تديك 360 بكسل، وعندي ريزوليوشن 72. ورحت حاططهم جنب بعض، والمهم انا قفلت الصوره، والصوره كده محفوظه عندي بتست دوت جي اي اف، تست جي اي اف، تمام. طيب انا كده عندي خمس ايكونز. انا كنت المره اللي فاتت اشتغلت على 2، المره دي هنشتغل على 5 ايكونز، تمام. طيب سي، خلينا نشوف احنا عايزين نعمل ايه. طيب بما ان انا عندي خمس ايكونز، ابتدي اعمل خمس ديفيجنز، تمام. كل ديفيجن هيبقى له كلاس مميز لي بيدل على الاداء بتاعته. اول كلاس هيكون، انا همشي بالترتيب، هيكون اسمه فيسبوك. الكلاس الثاني هيكون تويتر. الكلاس الثالث يوتيوب. الكلاس الرابع لينكد ان. الكلاس الخامس والاخير هيكون تمبلر. اوكي، انا عندي الخمس ديفيجنز دولت، نبتدي نستايل.
ايه رايت نستايل ديفيجن. ديفيجن الاول هنبتدي بيه الديفيجن فيسبوك دايركتلي على طول ويدث وهاي. طبعا الويدث والهاي بتاعي بيكون عبارة عن حجم الايكونز، وانا الايكونز بتاعتي كانتها 72 بكسل ويدث في 72 بكسل هايت، 72 في 72. جميل. نبتدي بعدين استايل الباكي جراوند، وفي الباكي جراوند انا على طول دايركتلي على الايمج عشان احط الصورة بتاعي، تمام؟ وهروح اقول له بقى يو ار ال وما بين قوسين الصوره بتاعي مكانها فين او اسمها ايه. تقريبا كانت الصوره بتاعتي اسمها تيست دوت بي ان جي تيست دوت جي اي اف. بعدين هبتدي استايل الباك جراوند بوزيشن. تمام. وانا هحطها صفر وصفر الاول صوره اللي هي بتاعت فيسبوك، انا عايزها تيجي زي ما هي، مش عايز يحصل فيها مشاكل. تمام. اوكي. جميل. خلونا ننسخ الكلام ده كله مره تاني بكوبي انتر بيست. ادي مره اتنين كده تلاته اربعه خمسه كده خمس مرات على خمس ديفات، وابتدي اظبط تنسيقاتي. ده هيكون التويتر، ده يوتيوب، ده لينكد ان لانه على مقطعين، وبالاخير ده تمبلر. طيب بالنسبه للقياسات بتاعي انا هبقى برضو انا شغال على الافقي، ما اشتغلتش على الراسي، فبالتالي انا هثبت الشمال على صفر بكسل، لان انا هتحرك هشد واسحب من يمين وشمال، مش هشد واسحب فوق وتحت. موت لما اشد واسحب فوق وتحت ساعتها هحرك اللي على اليمين، ده اللي هديله قيمه سلبه لو كنت عايز اطلع لفوق، او اديله قيمه موجبه لو كنت عايز انزل لتحت. تمام. لكن لان انا شغال على الافقي فانا هشتغل على الصفر الاولاني واثبت الصفر ده. تمام. جميل. وانا كنت شغال صفر وصفر في الاولاني ده يفضل زي ما هو. طيب انا عايز ادي قيمه للتاني، تمام، اللي هو الديفيجن بتاع تويتر، فده انا اعمل فيه ايه؟ الديفيجن بتاع تويتر ده هياخد السالب بتاع ال 72. سالب 72 من فين؟ عرفت ان هو هياخد سالب 72. طيب خلونا نزوم لجوه شويه ونجيب السلكشن، وهو المفروض ان هو يتزاحل المسافه دي، والمسافه دي عباره عن ايه؟ المسافه دي عباره عن 72 بكسل اي ويدث. 72 بكسل يهمني طبعا الهاي لاني شغال على افقي، تمام؟ هتاخد ال 72 بكسل، تمام؟ اوكي. فده هتبقى سالب 72. بالنسبه للتوتر هيبقى كام؟ طيب على كنترول مع دي، بالنسبه للتوتر هيبتدي يتزج المسافه دي كلها. المسافه دي كلها عباره عن كام؟ المسافه دي كلها بالنسبه ليه؟ الهاي انا الويتس بتاع الهاي بتاعي ثابت بيكون عباره عن 144 اللي هي الاثنين دولت، فهو بالتالي هيتزج ال 144 او هيشيل ال 144 بره علشان يبتدي يعرض لي ده اللي عليه الدور. جميل. فده هيبقى سالب 144. وما تنساش زي البكسل، ما تنساش زي البكسل، عشان لو نسيت البكسل مش هيتنفذ الامر ده. بالنسبه للمسافه الثانيه بنفس الكيفيه بالظبط، كنترول دي عشان الغي السلكشن ويدور على لينكد ان، هيتزاج المسافه ديت كلها اللي هتكون عباره عنها 216. يبقى القيمه اللي جايه بتكون عباره عن سالب 216 بكسل. طيب القيمه اللي جايه بكنترول دي نلغي التحديد والدور على تمبلر، هيتزاج المسافه دي كلها هيكون عباره عن 288 بقيمه سالب سالب 288 اخر قيمه سالب 288 اللي هي بعد منها لو ضفت عليها ال 72 بكسل هتروح مديالك النهايه اللي هي بتكون عباره عن اخر نقطه هنا اللي هي 360 اللي هو على العرض الكامل للصوره بتاعي. تمام كده. اوكي جميل. خلونا نعمل كنترول مع اس. انا تقريبا مش محتاج اني اعمل فيها حاجه ثانيه، هروح على براوزر تابع عشان اعرض اشوف انا عملت ايه. رام بانش ان كروم. ده الستايل اللي ظهر عندي.
وطبعا من الواضح ان هو قد يتبادر، ادي صوره 2 3 4، ومن الواضح ان انا عندي مشكله من نوع معين. ما تيجي نراجع هنعمل او المشكله كده راحت فين. حرف ال مش مظبوط، دي لينكد، انا ما مسختش حرف ال عشان كده لينكد ان ما كانش ظاهر عندي. النقطه الاخيره كده الفيسبوك تويتر يوتيوب لينك، بعدين لينكد ان في فيسبوك مره تاني. ايه المشكله في فيسبوك مره تاني؟ ده تمبلر ده في مشكله من نوع معين، لان هو رجعني ليه؟ نسيت مكتب كلمه بيكسل، نسيت مكتب بيكسل، عشان كده ديت المشكلات اللي بتظهر معاك، فبالتالي لازم تتاكد من الكود بتاعك عشان يبتدي يتظبط. لكن الغلطات ديت بتوضح لك ان انت كنت ماشي صح. يعني انا لو ما كنتش كتب او حاولت اغلط نفسي، فانا انت كده يقينا اتاكدت ان الامور ماشيه صح، لان اي غلطه بتحاول تجيب لك العنصر اللي قبل منه. انا مش محتاج، انا اظن اني اثبت لك ان الكلام ده بيجي صحيح دلوقتي، تمام؟ لان انت عن يقين عارف الامور مشيت ازاي. طيب جميل، خلونا نضيف شويه تعديلات كده ممكن نكون ما قلناهاش قبل كده. لو انا كنت عايز اعمل كنترول برضو على، او ما قلناهاش في الامور اللي فاتت بس احنا سبق ان احنا اتكلمنا عنها قبل كده، خلونا نعمل كنترول على الديفيجنز ديت عشان تبقى عشان تبقى جنب بعض. انا مش عايز احولها لسبانت، لا انا عايز اخليها جنب بعض اكشوالي باستخدام الفلوت. وتيجي هنا المرونه بقى، وخلونا نجرب فلوت مع ليفت العناصر ديت. وانا عملت كنترول مع اس وريلود، الاقي ان الفيسبوك لما عام جنب منه العنصر ده، هو طيب العنصر كده راح فين بالظبط؟ لما انا عملت له فلوت ليفت بتحس ان العنصر اختفى، انا اديت لفيسبوك فلوت ليفت بس، فالعنصر اللي تحت منه ده ثبت مكانه والعنصر اللي تحت منه جاي جنب منه. طب خلونا نجرب ادي كنترول مع سي فلوت ليفت العنصر العنصر تاني جنب منه ونشوف العناصر هيحصل فيها ايه. ادي العنصر اللي جنب منه ابتدى يظهر جنب منه، طبعا اليوتيوب دخل تحت الفيسبوك، فاهمني؟ جميل، لان كده في فراغ ما بين الاثنين، الاثنين دول طافين على سطح الصفحه، الفيسبوك لان عرضه، اليوتيوب اللي هو العنصر الغايب لان عرضه 72 في 72 فالفيسبوك متربع عليه تماما مغطيه بالكامل. فاحنا كده هنروح هنريح الامور كلها وناخد فلوت ليفت ديت وننسخها على كل الديفيجنز عشان تبقى كل الديفيجنز بتوعي فلوت ليفت، وابتدي اعمل كنترول مع اس وهنلاقيهم كده بجد قايمه افقيه. انا كده ما عملتش اي، او انا كده يعني ما اشتغلتش على صوره افقيه، الصوره يعني الصوره بتاعتي كانت افقي هي شور صحيح، يعني لو انا بصيت على الصوره نفسها كانت بالشكل ده، لكن لاني كنت شغال على ديفيجنز فالديفيجنز من شأنها انها تخلي لي الحاجات بتاعي تحت بعض، عشان كده انا كنت عملت لهم فلوت ليفت عشان اوصل للتأثير اللي انا كنت عايزه. انا ممكن اعمل حاجات كتير جدا على القصه ديت، فلنفرض واحده من ضمن الحاجات اللي انا مثلا عايزين نعملها ان انا اكشوالي نشغل الديفيجنز ديت كلينكات، فايه رايك؟ مثلا خلينا نجرب اننا نعمل جوه الديفيجنز ديت، انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انت عايز تشغل مين كلينك؟ الديف كلينك ولا مين الشاهد معاك في القصه؟ مين ابن مين؟ مين اب مين؟ طيب خلينا نقول اني انا دلوقتي هخلي هعمل جوه الديفيجن ده لينك، يعني هعمل ايه وايه؟ وهقول له هنا مثلا اتش ريفرنس بتساوي، وهقول له مربع ورهاش، وعامل كنترول مع اس وريفريش. اكشولي هو كده اشتغل لينك، بس لانه مربع طبعا مش هيوديني لحاجه، فانا ممكن اشغلها برضو قايمه. فالامور برضو سهله، اللي خلاني اطبق ديت على الاي اتش ريفرنس هطبقه على الباقي بالكامل، تمام؟ جميل، انا هقف عند الفكره ديت، هقف في الفيديو وهنروح الليفل اللي جاي بقى، هتبقى الامور ها اصعب حبتين دقيقتين، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله مع الفيديو اللي جاي. طيب شباب، احنا بعد ما خلصنا القصه ديت انا عايز اقول نقطه تاني. بص بقى، انا فتحت ملف الفوتوشوب بتاعي وانا خلاص خلصت البتاعه ديت، كانت مقفوله معايا وانا معايا باكج ليها جمعتها، تمام؟ رحت هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل واحده زيها تمام بالظبط. يعني انا معايا كل اللي انا عملته اني بص بقى، انا عملت من ايمج سايز عملت الضعف 720، يعني انا عملتها هي 360 ورحت حاطط جنب منها واحده ثانيه 360، يعني خلينا نقول 720 في 72. انا هعمل ملف جديد كنترول ان ب 720 في 270 والخلفيه بيضاء، انا اعمل اوكي. وكان معايا الصوره بتاعتي اللي انا كنت شغال عليها اللي هي الصوره ديت، اخر الصوره احنا كنا شغالين عليها، رحت اخدتها على الفوتوشوب
لا لسه انا مقفلها دلوقتي على طول، خدتها فوتوشوب ورحت بقى ايه ابلاي وحطيتها على الناحيه الشمال. جميل اوكي. وعليها ديت رحت عامل دبليكيت، عملت نسخه تاني منها وديت هتبقى على الناحيه اليمين، وديت بقى انا هطبق عليها فلتر معين عشان اميزها ما بين، عشان يبقى في شيء مميز ما بين دي وما بين دي. الفلتر ما انا جبته بشكل عشوائي حتى مش فاكر اسمه ايه، او هنحاول نفتكر اسمه ستايلس، اسمه ديفوز، ديفيوز على ما اظن يعني. تمام وبس انا طبقت عليه التأثير ده، ده عجبني يعني. اوكي تمام وانا اقول اوكي. بس بالنسبه للصوره ديت هبتدي اعمل لها من فايل سيف فور ويب بنفس الكيفيه اللي احنا كنا بنحفظ بيها كانها صفحه ويب، او عشان تبقى يعني ترانسبيرنت، عشان تبقى احفظها على الويب. وانا هكنسل واتحفظت معايا الصوره اللي اوريدي معايا الصوره محفوظه، فانا بالتالي عندي النتيجه ديت. اوكي النتيجه ديت فيها الخمسه اللي انا كنت شغال عليهم، والخمسه دولت مالهم حطيت لهم الموشن او التاثير ده، وكلهم مجموعين اكشولي فين في صوره واحده واحده بس. تمام الصوره ديت اسمها تيست 2. جميل. طيب احنا مش هنكتب الكود من الاول تاني عشان ما نضيعش في الوقت، احنا هنعدل على الكود دايركتلي على طول. تمام فهنضيف تيست 2 على كل الامور اللي محتاجين فيها نضيف حاجه. تمام وانا خليني على نفس القائمه، بس انا هشيل الرابط بتاعي، انا مش عايز رابط دلوقتي حاليا يعني، انا مش عايزه. اوكي تمام فبالتالي انا شغال على نفس القيم، انا ماشي برضه 72 في 72 عشان عندي خمس لينكات، فبالتالي ايه النتيجه اللي هتظهر لو انا عملت ريفريش دلوقتي؟ سي هيظهر لي اول خمسه بس. ليه؟ لاني انا ما قلتلوش يظهر لي الخمسه التانيين، الخمسه التانيين اخرهم هنا، لان انا كل واحده كل واحده من الديفيجنز دولت واخده هاي ويتس ب 72 72 72 وانت ماشي، اخرك كانت 72 ساعتها بدات توقف. تمام اوكي. النقطة اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي، هنحط تأثير جميل خالص بمجرد من انا اعمل هوفر على الديفيجنز المختلفين دولت. اوكي يعني خلوني اعمل ايه؟ اروح تحت فيسبوك واقول والله فيسبوك الديفيجن بتاع فيسبوك ده لما اجي اعمل هوفر عليه، لما اعمل هوفر عليه ايه اللي انت عايزه يظهر؟ اكشولي انا عايز الباك جراوند بوزيشن ديت تتحرك وتبقى في مكان. انت على ما اظن كده فهمتني، ده الفيسبوك انا عايزها تبقى في المكان، او انا مش عايز المكان ده هو اللي يظهر فيه، لا انا عايز ايه اللي يظهر اكشولي؟ بصراحه انا عايز لما اعمل هوفر على فيسبوك دي، فيسبوك دي هي اللي تظهر مكانها. جميل. طيب نعملها ازاي؟ سهله جدا. المكان كل اللي انت عايزه، عايز لما تعمل هوفر على دي تظهر، فانت بالتالي عايز تعمل ايه؟ عايز تزوج كل المسافه ديت لغايه لما توصل للنقطه دي بالظبط. وصلت هنا كده المساحه الباقيه معايا بتكون كام؟ خلينا نشوف كده، 360 بكسل. يعني انا هزوجها 360 بكسل، يعني هزوجها سالب 360 بكسل عشان دي اللي تظهر بمجرد من اني انا اعمل هوفر. فبالتالي انا هبتدي اثبت الصفر اني برضو شغال على الافقي، هقول له سالب 360 ما تنساش كلمه بكسل. جميل. ونبتدي نعمل كنترول اس ونشوف اول نتيجه على الهوفر بالماوس هيحصل فيها ايه. اول ما بعمل هوفر ايه اللي بيحصل في الصوره؟ بتظهر لي الصوره اللي هي اساسا ممبر. انا لو طبقت نفس الكلام على كل واحده هتبقى النتيجه معاك انسخ لي السطر ده او انسخ لي الصفرين، عشان ايه؟ او انت محتاج تنسخ الهوفر كله بالكامل بالكنترول سي وتودي على كل واحد بيست عليه بنفس الطريقه بالظبط، وانت طبعا هتبتدي تغير الديفيجنز واحنا هنحاول نستكشف المساحات ديت مع بعض. يعني ده يبقى طبعا تمبلر لسه عايز لوحده. اوكي تمبلر بكنترول سي وهيبقى تمبلر نفس الفكره عند لينكد ان، فانت محتاج تنسخه عشان مقطعين يوتيوب بس. جميل. وبنفس الكيفيه اللي انا اشتغلت بيها انا هنا سبت 360 بكسل عشان ابتدي من اول فيسبوك. انا اعمل كنترول دي ابتدي اشوف انا محتاج اسيب كام بكسل، ومعاهم من الفيسبوك هبتدي اسيب 431 عشان كده ابتدي احط قيمه سلبه. ها اللي هيسهل عليك الجريد المسطره، لو انت كنت عامل من فيو حاطط شغل الجريد، ظاهر الجريد او هي كمان الرولر اللي هي يعني ادي ماشي مش مشكله. خلينا نقول انا كنت وصلت لغايه كام؟ 431، فانا معايا قيمه سالب اللي هتبقى سالب 431. الكلام عشان اظهر مين؟ عشان اظهر التويتر كده. انا وصلت ل 360 عند
انا في كنت سالب 300، وانا نسخت ايه بالظبط؟ نسخت السالب 360. تمام، اوكي ماشي. فانا بقول ان انا وصلت لهنا ليه 431 او بالسالب بقى. فهاجي عند تويتر واقول له لما تويتر هوفر ده يبقى سالب 431. كنترول اس، هبتدي انا اجربها بس عشان ايه، انا شاكك في حاجه كده. تويتر شغال بشكل كويس، وفيسبوك برضو نفس الفكره. هيبقى احنا كده شغالين او شغلنا مظبوط. ادي كنترول مع دي فيو، وانا عايز اشيل البتاع اللي انا جبتها دي جريد. ماشي، هبتدي اروح على يوتيوب، وده القيمه اللي انا محتاجها اللي هي بتكون عباره عن المفروض انها المفروض انها 504. مش عارف كنترول دي، بس بصراحه انا لا انا ما يعني معلش، انا مش بضيع في وقت حضراتكم والله. اهو ادي المفروض ان انا اعمل الجريد دولت ورا كل قيمه. انا اساسا المفروض يبقى معايا اشغل الكالكوليتر عشان ابتدي احسبها. هي مش هتضر بس عادي، انا من باب ان احنا بنحاول نوصل وناكد المعلومه مره تاني. جميل، ادي اولي كان 72، بعدين 72 ابتدي اضربها في 2 بتساوي اديك 144. فانا ابتدي اقف لغايه ما اوصل، اشد المسار لغايه لما اوصل ل 144. ال 72 اصل دي اول قيمه كده، 72 اخري، ده عشان يسهل عليا قصه التحديد. الثانيه هيبقى اخري 144. انا كده كده اساسا انا اللي مصممها يعني. الثالثه هيبقى عباره عن كام؟ انا ما حسبتهاش على الاله. ماشي، نحسبها عشان الناس بس ما تنسى. 72 7 2 في 3 بتساوي 216. فالثالثة هتمشي معاه ب 216. أول ما أوصل عند 216 هجف. جميل، الرابع بقى 72 في 4 288. الخامسة 360 آخر قيمة في أول جزء من الصورة، 360 بيكسل. جميل، الستة اضربها ب 6، 432. جميل، القيمة اللي بعد منها اللي هي هتكون عبارة عن القيمة رقم، كنا ضربناها في 6 هنضربها في القيمة 7، 504. تمانية 576، 9، 684. والاخيره طبعا بيات 604 هتكون عباره عن اخر واحده اللي هي عباره عن 720. تمام، ابتدي انا ارجع لبره. القصه دي هتسهل معايا، كل اللي قصتها انها هتسهل معايا الموضوع بتاع السلكشن، فمش هلاقي فيه مشاكل. فانا وصلت فين؟ انا وصلت هنا في البراوزر تبعي لفيسبوك وتويتر ويوتيوب، وراح رحت راح جالي فيسبوك وفيسبوك فيسبوك وفيسبوك. ليه انا بعمل اوفر على فيسبوك وفيسبوك ليه؟ طيب لان القصه ان انا جاي له سالب اهو فيهم. انا قلت له في ديت سالب 360، انا عايز سالب 360. فالسالب 360 اساسا بتاعت مين؟ بتاعت الفيسبوك. فراح رجعني الفيسبوك. تمام، دي الفكره. فده اللي يثبت لك ان انت شغال كويس، ان كلهم شغالين فيسبوك ما عدا الحاجات اللي انت لسه ما غيرتهاش. تمام، فانا عايز اغير ده علشان يبقى اليوتيوب القيمه اللي انت كنت بتقول عليها. فانت بالتالي عايز تعمل ايه؟ عايز تزج كل القيم اللي قبل اليوتيوب، فتروح عامل سيلكشن على كل القيم اللي قبل اليوتيوب وتستكشف كده اللي انت موجود فين. في 504 انا مش محتاج اصيره عشان هي بتبان عندي 504. يبقى ده هيبقى ايه؟ سالب 504 عند اليوتيوب، هي القيمه اللي احنا كنا لسه واقفين عليها طبعا في الهوفر بتاع اليوتيوب. يبقى سالب 504. كنترول اس، القيمه اللي بعد منها بتكون عباره عن، خلونا نعمل كنترول مع دي ونزوم شويه وننزله. خلصنا يوتيوب، لا نرجع سنه كمان من الزوم ونطلع ديت بره شويه عشان الناس تاخد بالها منها. القيمه اللي بعد منها بيكون عباره عن اللينكد ان، وهاخد القيم ديت كلها لغايه لما اوصل له هو هناك، هيديني 576 بقيمه سالب 576 بالسالب على لينكد ان، سالب 576. طبعا لينكد ان في الهوفر 576. كنترول اس، وهي القيمه الاخيره بقى هتكون عباره عن نعمل كنترول مع دي و 649. 649 سالب 649.
اعمل انا كنترول مع اس وارجع اشوف انا كنت عملت ايه، تمبلر، لينكد ان، يوتيوب، وتويتر، وفيسبوك، غصب بالفعل ناجحه معايا. الامر اللي خلاني انا اشتغل افقي، هل في مشاكل يا شباب في اني استعرض صوره زي ديت براسي؟ انا ما اظن الامور سهله بالنسبه لي، انا كده كده عملت نفس القصه بس هو مغير، هو هنا حاطط الفكره كلها في التصميم. يعني مثلا المثال ده كان من موقع مشهور عامل العنصر تحت منه اخوه بخلفيه مختلفه، تمام؟ انا ما كنتش عامل كده، انا كنت عامل العنصر جنب منه، عامل اربعه وبعدين اربعه تاني او خمسه وبعدين خمسه تاني. بالنسبه لك الامور سيئه، يعني انت اللي بتتحكم في البوزيشن بتاع كل واحده والتانيه. طبعا دي كانت مجرد افكار، وعلى سبيل الافكار برضو ممكن نقول ان انا لو ما عجبنيش القصه ديت كلها بالكامل ممكن اشتغل على يو ال، يعني ممكن اخلي القصه ديت كلها عباره عن يو ال، فبالتالي هتبتدي تظهر لي العناصر كقائمه. يعني مش عايزين نشتت الناس بس عادي جدا الامور، يا رب تكون امور واضحه وسهله. يعني انا لو حطيت بس جاست اليو ال ديت هتبتدي اشغلها كل عنصر يبقى ال اي، فبالتالي تبقى الامور مترتبه معايا شويه. يا رب تكون حلقه النهارده دمها خفيف. سعيد جدا اني استقبل اسئله وسط بصراحه حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك.